تيليجرام انحظر في العراق، شلون نشغل تيليجرام مثل قبل بدون VPN ونرجعها مثل السابق؟ بداية نزلوا أي تطبيق VPN بس على مود تتعاملون ويا تطبيق تيليجرام، لأنه بدون VPN أبد ما يشتغل. هاي أولا. ورا ما نزلتوا VPN ورحتوا لتطبيق تيليجرام، روحوا للسيتينجز الإعدادات، بعدين بالسيتينجز تختارون Data and Storage البيانات والتخزين، بعدين تروحون للأخير وتختارون Proxy. وين نجيب Proxy؟ بس تروحون للجوجل وتكتبون Proxy for Telegram، ينطيكم بعض الاختيارات، انتو اختاروا الموقع الثاني، وإذا ما لقيتوها أيضا راح نطيكم بالشاشة وأيضا المنشور على من جوجل، تروحون للموقع. هنا الموقع ينطيكم Proxy لبعض الدول، صراحة يمي الأمريكا وبريطانيا مشتغلن، فقبل حولت للفرانس. هنا تختارون البروكسي المناسب للتليجرام مالتكم. وشلون تختاروها؟ قبل تسوون كونكت، اذا اتصل بالتليجرام مالتكم يعني خلاص، بعد ما عندكم اي مشكله بالتليجرام وينكتب كونكتد مثل ما تشوفون بالشاشه. اذا من اول محاوله ما صارت كونكتد، حاولوا تجربون البروكسيات الباقيه تمام لحد ما تلقون البروكسي المناسب. بس مالت الفرنس يمي جربتها اكثر من مرتين واشتغلن.